une surprise صراحة. سي اون سوربريز اللي واعره بزاف، ولكن الخبر اللي فرحني واللي مفرحني وباقي فرحانه به واللي بغيت نفرح به الناس هو انه جو سين اون كو برودكسيون افيك ان لابيل مغربي انترناسيونال بماغنيتود. هاد لو لابيل هذا غيخليني نوصل موسيقتي العالميه، واللي فيه ان بروديكتور سبيسيال وعزيز على قلبي بزاف اللي ما نقدرش نقول سميتو بور لو مومون، سي سوربريز، ولكن اللي نقدر نقول لكم سي هيز ا غرامي وينر، هيز وان اوف ذا بيست سونغ رايترز في الميريكان، وهذا واللي خدم مع بزاف ديال ليزارتيست انترناسيونو بحال ليدي غاغا، جينيفر لوبيز، مايكل جاكسون، ولا ليست طويله طويله بزاف. سو غادي نخليكم تبقاو متوقين شويه، ولكن غادي تعرفوا الخبر قريب ان شاء الله. عيد الحب انا بالنسبه ليا هو الاستوديو والموسيقى، هو لانيفيرسير ديال الاغنيه ديال ماما اللي دارت الحمد لله واحد النجاح ودارت واحد الصدى كبير عند الناس. عيد الحب بالنسبه ليا هو حب الحياه، حب الام والاب، حب الرفيق، حب الصديق، ماشي بالضروري يكون شي حاجه you know what I mean. So this is it. انا بالنسبه ليا البارح في عيد الحب كنت في استوديو، كنت كنسجل الجديد مع بي ماغنيتود مع ماي كو بروديوسر اللي قلت لكم عليه. سو انا هكا ماشي زعما ضروري نحتفل به ولا ما احتفلش به. انا بالنسبه ليا كل نهار عندي فيه عامر بالحب وعامر بالبوزيتيف فايبس وعامر الحب الاول، الام ديالي والاب ديالي، الحب الاول والحب الاخير. صراحه هذا الموضوع هذا تغب كنكذبش عليك، لانه هضرنا فيه وعاودنا هضرنا فيه وعاودنا هضرنا فيه، وصغيست شي حاجه لي بريفي ما بغيتش نبقى نهضر فيها يعني بزاف. الحاجه اللي نبغي الناس يهتموا بها هما الاعمال ديالنا، وهما الاعمال المستقبليه، وهما الرسائل اللي كنبغيو نخدموا عليهم في الاعمال ديالنا. وسيتو كوك ستوديو كانت تجربه رائعه جدا اللي الحمد لله الناس تعرفوا على خوله وتعرفوا على واحد الجانب واحد اخر اللي هو الاهتمام بالتراث المغربي. وهاد الحاجه هادي بالنسبه ليا تري تري امبورطونت، ماشي غير ليا، بزاف ديال الفنانين المغاربه. الحمد لله دار واحد الضجه كبيره ونجح لو ديو ديالي وانا وفيصل، وبيان سور ديالي انا وسي طاهر حتى هو. وفوالا يعني، وحاجه جديده هو انه ما عمري ما غنيت هذاك الستيل ديال الموسيقى، وما عمري ما غنيت شي اغنيه تراثيه قديمه. وبيان سور عطاني الفكره انه نقدر نخدم على شي اغنيه تراثيه قديمه ونعاودها افيك ان غون بليزير. بلاكس كيشرفني هادشي. الوغ بالنسبه للناس اللي مراد بداء السرطان وبداء السيده اي نوع من الامراض، صراحه كنبغي نقول لهم الله يشافيكم والله يوقف معاكم، وحنا معاكم بقلبنا وبروحنا وبكل شيء. واللي كنبغي نقول للناس هو انه واخا غير ضحكوا لهم ضحكه صغيره في وجههم، واخا غير تمشيو تطلعوا عليهم، واخا غير بجست صغير بزاف يقدر يفرحهم ويرسم لهم الضحكه في وجههم. سو الله يحفظهم والله يشافيهم والله يوقف مع والديهم والله يخليهم لينا. Or shall the past be the pain? No more tears or fears in vain. Merci.